موضوعنا هو هذا الموقع الجديد أخي. الموقع الجديد هذا يطلب يا أخي تسجيل الدخول. لما جيت تسجل الدخول أخي تعمل انسكريبسيون تسجيل. هذه هي واجهة التسجيل أخي. راح تعمل هنا اليوزر نايم تاعك وراح تعمل هنا الإيميل وهنا كلمة السر وهنا إعادة كلمة السر وراح تعمل انسكريبسيون يعني تتفق على اتفاق شروط وراح تعمل انسكريبسيون. لما تعمل انسكريبسيون أخي راح تدخل إلى الحساب بتاعك يعني راح تدخل الحساب بتاعك هنا كونيكسيون. أنا راح أدخل أنا مسجل في الموقع راح أدخل إلى حسابي. هذا هو حسابي أخي. لما تدخل أخي يعطيك بونيس 02 هذا هو البونيس. أضغط هنا على اليوزر نيم بتاعك. ولا تنسى أخي الموقع روسي ولا تنسى أن تحول اللغة إلى العربية أو الفرنسية. تضغط في أسفل الصفحة تضغط على تغيير اللغة تضغط أوبسيون. هنا تلقى اللغة الروسية وهنا أنا عملت بالفرنسية. لو حبيت تحوله إلى عربية أو لا هذا أنت ولا أنت حب نفسك أخي. هذه البرامات بتاعك يعني كل المعلومات بتاعك يعني تكون في هذه الصفحة. الموقع يقول لك إن أنت تعمل يعني الآن بصفر صفر صفر فاصل صفر 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 2 روبل في الثانية أخي. هذا صغيرة يعني باش يعني نعلمكم باللي هذا الموقع شبيه الموقع بونسير. هنا أخي أنا لم أعمل أي عملية. أنا متسجل جديد هنا في الموقع وأعمل إيداع بعشرة روبل يعني في البداية. ويعني لو الموقع يعني جيد وجيد احنا راح اعمله ايداع جامعه ب ايداع يعني ب 200 روبل او 300 روبل اسرع يعني في اسرع يعني في العداد يعني بسرعه. العداد اخي راح يعطيك في هنا اخي هنا اخي السحوبات. حد أدنى للسحب هو 1 روبل. الحد الأدنى للسحب هو 1 روبل. والإيداع يا أخي للاستثمار هو 1 روبل. الاستثمار هو الحد الأدنى هو 1 روبل. هذه لما يعني هذه السحوبات يقول لك الموقع لا يعني تسحب كل 12 ساعة أخي. يعني كل 12 ساعة لو سحبت يعني راح تستنى يعني تنتظر 12 ساعة لكي تسحب مرة ثانية. وهنا يقول أنا عندك البايا وهذا الفيزا وهذه البنوك الروسية. وهنا أخي هنا للاستثمار هنا للاستثمار أخي. يا لو يعني عملت يعني لو هنا يعني عملنا احنا استثمر يعني 100 روبل. هنا يقول لك العائد متاعك في الشهر هو 259 روبل في الشهر زائد 100% زائد 100% يعني كل 1 روبل كل 1 روبل راح يعطيك عليه يعني 2 ثانية في الساعة يعني يعطيك بونيس 100%. وهنا يعني لما تأتي إلى يعني تسحب من العداد آسف إخواني تسحب من هذا العداد للبالانس هذا يعني راح نسحب من هذا العداد للبالانس صوتي لقد سحبنا الى العداد اخي. ها عاد من جديد هنا يقول لنا هنا ان سحبنا 0.00667 روبل الى هذه المرحله. راح نجدد الصفحه اخي ليتحولنا هنا. راح نجدد الصفحه يا اخي نضافه الى هنا. وهنا اخي هنا يقول لك كونكور دو ريفيرونس فون دو بري يعني الذي استثمروا في الموقع أخي والذي عندهم يعني عدد كبير من الإحالات راح يتحصلوا على هذه المبلغ أخي المبالغ أخي. راح نحول للدوائر هنا الإحصائيات. هذا يعني المستثمرين الكبار واللي عندهم إحالات كبيرة جدا عدد كبير
لا يتطلب الموقع لا يتطلب شرح كبير يعني أخي. وهنا نعمل ريفيرنس الإحالات، الإحالات هنا فيها المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والثالثة 10% و5% و1%. هذا رابط إحالتك أخي، تعطيه إلى أصدقائك أو في الفيسبوك في تويتر، وهنا يعني يعطيك الموقع يقف يعطيك 10% هنا في المرتبة الأولى. والإحالات نتاعك أخي راح تضيف إلى هذه الصفحة أخي. نتطرق أخي إلى، راح نروح إلى محفظتي دقيقة واحدة إخواني، راح نروح إلى الاستثمار. راح نستثمر 10,000، راح أعمل هنا 10,000، لا هي 10,000. راح نذهب إلى الباير، حولنا هذه الصفحة إلى الباير، راح نضغط على هذه علي إي بي. والله إحنا يعني إحنا سعب الروبي. راح ندفع 10 روبل من هذه المحفظة. كونفيرمي. نعمل قطبين أخي ونعمل داكور أوكي، وهذا تم الدفع بنجاح، الدفع تم بنجاح. فهنا يقول لك أنا أعمل ب22 في الثانية أخي، الآن أعمل ب22 في الثانية، في الدقيقة أعمل ب0.01، في الساعة أعمل ب0.7، وفي اليوم أعمل 1.9 روبل. هذه في 24 ساعة، 24 ساعة أتحصل على 1.9 روبل، وفي 15 يوم أتحصل على 28.51 روبل. هذه يا أخي هنا 10 روبل، هذا 10 روبل. راح نشوف العداد يعني كيف وفي السرعة يعني بس أنا أعمل في الساعة يعني في الساعة 0.07. تغير العداد، ولو يعني أضعت أكثر أخي 50 روبل أو 100 روبل راح يكون يعني أنا لو كان الموقع يعني راح أثبت لكم السحب أخي، أثبت لكم السحب أخي بعد غدا إن شاء الله، راح أعمل لكم فيديو ثاني بإثبات السحب إن شاء الله. وكيف هذا هذا هو موضوعنا اليوم، قد شرحنا الفيديو هذا يا أخي، و الفيديو الثاني إن شاء الله سوف يكون غدا بإثبات السحب إن شاء الله أو بعد غد إن شاء الله، أعملكم فيديو ثاني بإثبات السحب إن شاء الله. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديوهات أخرى. لا تنسوا الاشتراك وزر الجرس أخي لتتابعوا كل فيديوهات الروسية والصادقة والجميلة، وخاصة الجديدة التي لم تنصب في الأول رح نعمل عليها ونربح منها ونستعيد رأس مالنا والفائدة، ولما ينصب نقول له باي تشارلي. أقول لكم في فيديوهات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.